عليكم ورحمة الله، ازيك يا احبابي؟ كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل لكم الجبنة الكريمي من الجبنة القريش. المكونات بتاعتنا: نص كوباية زيت، قطعتين جبنة قريش كبار ما يعادل يعني نص كيلو او اقل، وتكون منقوعة في مية وعذبة جدا ما يكونش فيها ملح، ودي كوباية حليب وانا حاطة فيها جواها كده شايفين معلقتين قشطة بتاعت وش اللبن، وده حليب اذا احتاجنا ان احنا نزود ايه منه. خلاص هنبدأ نحط المكونات على بعض في الكبة او في الخلاط. نحط السوائل الاول، بعدين نحط الجبنة والزيت علشان ايه المكنة تشتغل معانا. انا هنزل بس القشطة الاول، مش هحط اللبن كله عشان ممكن احتاجه كله ممكن لا، بس ده عشان ايه شغل المكنة كويس. وبعدين ننزل الجبنة، تكوني نقعها كويس. نفتحها حلو كده عشان تشتغل معانا على طول. نحط ايه نص كوبايه الزيت، زيت ذره او زيت دوار الشمس حسب اللي موجود يعني. ونشغل المكنه عليها ونضربها ووريها لكم بعد الضرب هتبقى عامله ازاي. خلاص كده بعد ما ضربتها في الكبه طلعت بالمنظر ده، وده حجم العلبه اللي فيها، حوالي قطعتين جبنه قريش كبار وكوبايه لبن، بس هي احتاجت مني شويه زيت كمان فزودتها عليهم. طبعا انتي حسب بقى ما انتي السمك بتاعها، اذا حابه تزودي زيت تاني حابه تزودي لبن تاني حسب ما انتي عايزه سمكها يبقى عامل ازاي معاكي، بس هي طلعت معايا انا بالمنظر ده كده. تقدري برضو تزودي عليها مثلا قطعه زيتون، حته جبنه رومي، حته جبنه شيدر، بتغيري في طعمها يعني، ممكن تحطي لها فلفل فتغيري الاطعمه بتاعتها. لكن كده دي جبنه تعتبر جبنه كريمي من غير اي طعم، بس يا دوب بطعم القشطه وخلاص، طعمها حلو جدا. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم وتقولي لي رايكم ايه، ولو في اي تعليق او اي حاجه يا ريت نشوفه. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير، ويا رب كل حاجه نكون بنعملها تنال رضاكم ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير ان شاء الله.